حكيت مع سيوادية، سيوادية طلب مني حاجة. إيش نطلب؟ طلب باش إحنا نتراجع في الأوديت. علاش أوديت؟ كيما يقول هو، يقول أنا الأوديت عملوا هالي، معناها الناس كلها عملت الأوديت، إحنا علاش عملنا أوديت؟ لأنه ما ثماش رئيس جمعية فينا كلنا، نحن ما ثماش رئيس جمعية في الرابطة المحترفة الأولى ولا في الهواد يعرف الحسابات متاع الجامعة، ما ينجمش شخص يعرفهم الحسابات متاع الجامعة. نحن يعطينا ورقة كيما هيك، ورقة يقول لك صرفت 50 مليار. أنا عندي دي زيكسبير كونت، وعندي دي كوميسير كونت، ودي زيكسبير كونتابل، وشافوا الحسابات قالوا لي راهي ما تنجمش تكون صحيحة. ما ينجمش بيجي فيه 50 مليار وفي وسطه أوتر شارج، اللي احنا فيه كي يبدأ عنا بيجي كيما هيك تحط أوتر شارج 100 مليون ولا 50 مليون بتاع دي ديبلاسمون والفويجات، تحط 20 مليار ما تنجمش. طلبنا أوديت، من حقنا نحن نطلب أوديت. احنا في الشابة إنسان منخرط ب 10 دينارات ينجم يعمل أوديت. وشد في الأوديت باش ما تتمش. هذا الاتفاق اللي صار مع السلام. وعرجنا على الخطايا، قال الرابطة غلطت والخطايا هذوما أنساوهم. مش معقول باش أنت تعمل لي 67 ألف دينار وأنا من وقت نجي باش تطلب منك السماح. وتعمل لي 67 ألف دينار كما عمل لي المرة هذيا قبل المقابلة متاع حمام لنف. نحن كعملنا 67 ألف دينار، الجمعيات كل خذت 40 ألف دينار متاع الكوفيد، كان الشاب ما خذتش وطلبوا قالوا مش مشكلة، أو كان عندكم 40 ألف دينار و 27 مليون تون تفهموا فيه. قلت له لا، أنا بعث لك 67 ألف دينار متاعك باش ما تصير ليش ريزيرف في ماتش. أنا خلصتك في 67 مليون باش ما تصير ليش ريزيرف في ماتش. اليوم ما خلصكش 180 مليون باش تحلي جمعية، خلصته في 67 ألف دينار.